طبع البشر أبعد من حدود النظر لو يسرح بليلة يضيع ونرد ما عنده عذر هذا البشر طبع البشر بالواقع حدوده شبر انكبر الخطوة يطيح صغير ما عمره كبر لا تصفق كفوف الندم كلنا ضحية ومن ظلم لا تصفق كفوف الندم كلنا ضحية ومن ظلم ناخذ من القصة عبار في يوم ما ينفع ندم ناخذ من القصة تحلى وتزين صفاتك والناس من حولك كثير تنصح وتاخذ في وصاتك لصاحب احسام جديد يوم انت خايل قاعد لا طاح يلقى بك جبر سعيد من رافد سعيد طبع البشر طبع البشر أبعد من حدود النظر لا يصرح بلا يضيع ونرد ما عنده عذر هذا البشر يا عمري سلامات الكحون يعلى فيني ولا فيك حبيبي بسم الله عليك لا تقول كذي سويت تعبانه الكحه مو راضيه توقف احس بحراره بجسمي سلامتك يا عمري زين قوم بس لحظه وين انا بقوم اروح الطبيب ما يحتاج طبيب انت مجرد ما دقيت عليه مريت الصيدليه جبتك هذا الدواء احسن صيدليه بالكويت جامبو ما اقدر اخذ اي ادويه دكتوره النساء والولاده مانعتني خاف ياثر هذا على الجنين لا 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 انت شفيك الصيدلاني لما انا كلمته دق على رفيجي صيدلاني ثاني تخصص نساء ولاده عطاني هذا الدواء مخصوص عشانك قال تخلطه مع العصير وامورها كلها تمام ايش تبين بعد زين يعني متاكد ما راح ياثر على البيبي لا ما تاثر شكو تاثر زين زين جبت لي حبوب ولا شراب ما ادري عمري هذه مجموعه فيتامينات حطها لك شاملين مع تشيلي بودر وشغلات المهم قال تخلطهم مع عصير برتقال وان شاء الله ما فيك الا العافيه زين خليني اقوم عيل اسوي لي عصير ما يحتاج يا عمري تقومين انا اسوي لك برسم الخدمه انت ام عيالي الغاليه انت ترتاحين وانا اتحرك بعد عمري يوسف تحبني انا اموت فيك الحين أقدر أطمن إني ما راح أكون أبوك وبكذي كرتك اللي بتلعبين فيه شروقه احترق الظاهر للحين ما عرفت من يوسف وش نقدر يسوي
امس ما في شيء ريال صاحي، ايش صاير؟ الليل بابا واجد تعبان، انا اشيل داخل سياره ودي هوسبيتال. هذا لا يموت قبل لا اتمم الخطه وزوجة دلال. من زين فاروق، انت خليك هنا عند بابا، انا بروح اشوف الدكتور. اوكي اقعد اقعد. اوكي سير. لما تخافين ربك؟ لا يبا لا تقولي ولا اقول لك، انت اكيد شايله شيء ثقيل. الحين ما اقدر، عندي ألف شغله. لا لا ما اقدر ما اقدر كلش ما اقدر، خلي من افضل يجيلك. يلا يلا ما يخاف، طولي بالك، يلا مع السلامه. هذه المشكله الاولى وراحت، دكت منها خلاص، طاح البيبي، صار في عالم المجهول. انت شو تصير له، اخوه ولا ولده؟ لا دكتور، انا مدير مكتبه يعني، ويوسف ما عنده الا ولد واحد يوسف، ومسافر وزوجته متوفيه الله يرحمه. اسمع، كل اللي اقدر اقول لك عليه ان ابو يوسف حاشته جلطه بالشريان التاجي. للامانه هو حالته حاليا مستقره، لكن يحتاج يتم تحت الملاحظه الطبيه. يعني دكتور انا اسف بس انا ما افهم بهالامور يعني، بس يعني يحتاج عملية قلب مفتوح ولا شنو؟ لا لا، بس يحتاج نركب له دعامة. اي الله يطمنك، مشكور دكتور. شكرا. يعطيك العافية، شكرا دكتور. الو فاروق، منك سولف. الو، هلا مستر يوسف. أنا يدقي عليك واجد. بابا تعبان، بابا داخل هوسبيتال. في موجود مستر طلال بيكلم هو. مستر خلاص روحي. الو هلا يوسف. طلال طمني، شو الوالد؟ اموره طيبه الحمد لله، شويه تعب ورهق. والحين شلونه؟ لا تحاتي، ما عليه الا العافيه ان شاء الله. زين قول لي انت باي مستشفى ابو مره اطمن عليه؟ المستشفى اللي عالج فيه كل مره، بس ماله داعي، ترى كلها ساعه وبيطلع ان شاء الله. طلال قول الصج، ليش ما تبيني اي اشوف ابوي؟ تحكى. يوسف الوالد زعلان منك وتوا طاردك من البيت والشركه. اخاف تجيني يشوفك يعصب ويقعد يصارخ. والدكتور موصيني ان الاعصاب والصراخ مو زين للحين. خلك وانا بطمنك عليه. لا تحاتي. يلا في امان الله. في امان الكريم، في امان. ما صدقت تصير بينكم وانت قاعد متعدل العلاقه. اذلف. تطمن ان شاء الله ما في الا العافية. انا كلش ماني مطمن، حاسس ان طلال قاعد يخش عني شيء. يوسف تبي رايي؟ اقطع الشك باليقين. ايش قصدك؟
روح زور أبوك اليوم بالمستشفى وتطمن عليه، يمكن اللي شافك خايف عليه يسامحك. بس شلون أزوره؟ هو طارد من الشركة وما يشوف رجعت ويا حتى في البيت، شلون؟ أنت من صدقك في أبو يزعل على ولده وخصوصا إذا كان وحيدة. اسمع رأيي، روح اليوم المستشفى وطيح على راسه وبوس إيده، وأنا متأكد أنه راح يسامحك. أقول لك ما أدري إيش فيها شروق، كل شوي تدق علي وتبكي. ما أدري، خايفة لا يكون عندها مصران أعور. قلت أبى ألحق أوديها المستشفى قبل لا ينفجر. من أبو عدنان؟ لا لا صدقني ما راح أطول، خلاص الحين بدق على أبو عدنان. مشكور يا أخوي ما قصرت. هلا أبو عدنان، ما عليك أمرتي تقعد بمكتبي شوي، لأن أنا بطلع عندي شغل. طلال بلغني. يعطيك العافية ما قصرت. خطاك السو عمي، ما تشوف شر إن شاء الله. شر رأيك خطاك اللاش. أنا ليش جاي هني؟ من اللي يابني؟ فاروق عمي شافك تعبان ويابك المستشفى هني، والدكتور قال نخليك تحت الملاحظة شوي. أنت رحت للدكتور وحكيته؟ اي عمي وطمني، قال ما عليك الا العافيه، بس محتاج لك راحه اسبوع 10 ايام في البيت. اكيد الدكتور قال لك هالحكي. عفا عليك يا عمي، انا عمري كذبت عليك. الدكتور قال لي هالحكي. تبعد الله يهداك عمي، مجابل الشغل 24 ساعه قاعد وراه المكتب، انت حتى ما تتحرك. اذا انا ما جابل الشغل، من اللي جابه؟ انت تدري عن يوسف، ما يدري عن هوا داره، ما يدري وين الله قاطع. خل عنك يوسف وغير يوسف، أنا موجود ومستعد أشيل الشغل عنك كله، ألزم ما علي أشوفك مرتاح. ما تقصر يا طلال، أنا ما أدري من غيرك إيش كنت بسوي. عمي الله يهداك، ما له داعي هالحكي، هذا واجبي. أنا ترى سعادتك وراحتك عندي منى في الدنيا، أهم شيء أشوفك مرتاح، أشيل عنك مو بس الشغل، أشيل عنك هموم الدنيا كلها. كثر الله من أمثالك. كافي بجي. انتي بروحش تعبانة، حاولي تنامين وترتاحين. انام وانا خسرت ولدي اللي كنت اتمنى اصير ام، اشوفه يكبر قدامي واخذه بيدي وادي المدرسة من الجامعة. مات راح أحيت الآن. ما علي وخيتي، مقدر ومكتوب، ربي يعوضك باللي أحسن منه. شفيك تطالعيني كذي؟ هو ترى معقولة يكون هو اللي وراي السالفة؟ يكون الدول عطاني اياه هو اللي طيح ضناي؟ اي دوا؟ ما شاء الله لا اله الا الله. عم يوسف سلامات وسلامات، ما تشوف شر. وخر عني وخر، ما بشوف رقعت ويهك. انا مو قايل لك ما بشوفك، اطلع برا برا. يبا الله هداك، انا جاي اطمن عليك وعلى صحتك، تطردني برا؟ لا تطمن عليه ولا شيء، اطلع برا يلا. وخر عن ويهي. اهدى اهدى عمي، انا ولدك الوحيد الحين جاي اطمن عليك. شو دقيقه طلال، يلا وخر. انت شايب كان ولدك لا تي، ابوك ناقص اعصاب. طلال يعني هذا ابوي، بطمن عليه. هم ابوي ما يصير اشوفه. عمي هدى أعصابك، هدى أعصابك. ما حد بيرفع ضغطي ويجلطني غير هذا يوسف، خلاص أنا ما عندي ولد. لا ما يصير، لا تقول هالحكي يا عمي، أكو أبو عمي ينسى ولده. ما يصير الحكي اللي قاعد تقوله، وبعدين أنا أدري إن قلبك طيب وكبير بعد. أنت اللي قلبك طيب،
لواحد ثاني غيرك بيقول انا ايش علي بين الولد ولا الابو؟ خل حيلهم بينهم. لا يا عمي هذا من غلطك، غلط الابو وولده عندي كبير رفع عليك يا عمي، بعدين انا ما يهون علي اشوفكم متزعلين. بعدين عمي هذا ولدك، رحت ولا رديت هذا ولدك يا عمي، بعدين دخل من هالاذن وطلع من هالاذن. ادري ان اللي سواه مو شويه، بس انت قلبك طيب. اللي سوى هذه باكر يسوي اللي قبله منها. اذا تبين نصيحتي خش الدواء عندك ولا تبيني له شيء مو ليه. زين لو سالني عنه شو اقول؟ عادي قولي له رفيجتي لما درت ان انا تعبانه جت الشقه ونظفتها لي والظهر قطتها بالغلط. زين دلال ليش اخشها؟ علشان يكون سلاح بيدك، اذا تم رافض يملك عليك بالمحكمه حزتها تهددينه وتقولي له انك كاشفه كل ملعوبه وراح تشتكين عليه بالمغفر، ساعتها قصب علي بيملك عليك رسمي. زين دلال ولا يسمك ممكن تخشيني الدواء عندك؟ اخاف يوسف يجي البيت ويقلبه فوق تحت ويطيح عليه. حاضر ومن عيوني راح اخش الدواء عندي. شكرا دلال. يبا والله انا ما كان قصدي، كنت وايد متدودة ومتوتر، بس انا اللي ابيه منك الحين انك تسامحني بس وترضى عني. اذا اللي خالقنا يسامح ليش حنا البشر ما نسامح؟ انا مسامحك يا ولدي. تسلم يبا، ما قصرت الله يطول بعمرك. بس يبا خليني اقول لك شغله، احنا لازم نوديك افخم مستشفى برا ولازم تعالج فيه. وش حق نسافر برا الديره وعندنا مستشفيات من أرقى المستشفيات ويمكن تنافس اللي برا بعد؟ يبا ايش تبي الناس يقولون عنه؟ يعقوب الكليلان يعالج هني بالديرة؟ يبا رجال انت عندك خير، عندك نفوذ، طيارة خاصة وأحسن مستشفى لندن تعالج فيه. هذا خوش رأي عمي، ومنها تروح تسوي فحوصات شاملة وتشيك على نفسك وتاخذ لك فترة نقاهة كم يوم. إذا أنا وياك سافرنا من بيجابل الشغل بالشركة؟ بعد ما يبي لبا طلال ما شاء الله الخير والبركة، فاهم الشغل كله وعارف كل أمور الشركة. طلال رتب لي بأهم مستشفى بلندن تذاكر وحجز وكل شيء أنا والوالد. بس تم، اعتبر اللي تبيه كله صار. تمام. الله لا يجيبك يا يوسف، بل مسرع ما رد العلاقة مع أبوه. لكن وأنا ولد أبوي هالعلاقة ما خليها تطول. زين شايش تيم باكر مع هاي الشركة نسأل عنه؟ أكيد بيقولوا لك إنه مسافر. إي مو مشكلة، بس على الأقل ألقى وسيلة أتواصل معاه، أسأل مدير مكتبه يمكن يعرف له رقم أو يعرف شيء. وتهجين بيعطيك رقمه وهو ما يعرف أنت منه وش تبين منه؟ يا عادي أقنعه أشوف له أي عذر. هدى تبين نصيحتي؟ ثقلي شوي. يعني شنو؟ يعني اللي أعرفه إن الرياييل يحبون المرة اللي ترسم الثقل والعقل عليهم، مو اللي تقط روحها عليهم قط. نظرية فاشلة وما لها أساس من الصحة ولا علاقة بالواقع أصلاً. لا صدقيني مو فاشلة، والدليل أحمد اللي يتمنى منك كلمة حلوة. كهو هو وأمه حفت ريولهم يراكضون وراك وانتي ولا همك. انا الحين اكلمك عن يوسف مو عن احمد. شفيش تعاديتي من امي؟ انا ما بيك تنصدمين بالحقيقه. اي حقيقه؟ حقيقه يوسف كهو ما درى عنك ولا هو يقدر يتواصل معك باي طريقه كانت. اي اي لا تطالعيني كذي، هذا الواقع اللي انتي قاعد تهربين. اللي بيسافر مريض ومع ولده مرافق. اي ما في مشكله، انت بس اكد لي الحجز، واول ما تاكد الحجز راح تلاقي الفلوس بحسابك اونلاين. يلا مع السلامه. مع السلامه. ها دبرت حجوزاتهم؟ اي افتكيت من كل شيء، الحين بس باقي ورقه تكليف. ايش تكليفه؟ يوقع على تكليف ادارتي حق الشركه على ما يرد بالسلامه. وي الله يعينك على الشغل، شكلك بتنام بالشركه. ليش انا شو عندي غير الشركه والشغل؟
ومرتك نسيتها؟ هذه ما هي كفو أضحي فيك عشانها. المرة بدالها ألف مرة، بس الأخت ما تعوض. إنزين، إيش رأيك أروح لها البيت وطيب خاطرها وأراضيها بكلمتين وردها؟ منتي مرخوصة يا دلال، إياني وياك تروحي لها، هذه مو كفو تدلين نفسك عشانها. إنزين، وشنو الحل؟ إن ردت خير بركة، ما ردت ما لها عندي غير الطلاق. حمزة، إعلامك متردد، في حجوة بقلبك تبي تقولها، قول شو اللي تأمرني فيه؟ والله بصراحة يا أبو يوسف، الموضوع يخص بنتي فاطمة. خير بنتك فاطمة، إيش فيها؟ عسى ما شر. لا ما شر، بس في ناس جايين يخطبونها حق ولدهم، وانت قبل هالمرة كلمتني انك تبيها حق ولدك يوسف، وشفتك أبطيت ما سألتني مرة ثانية، قلت أنشدك لا يحلك خاطر بالبنت. بصراحة يا أبو حمزة، انت شايف الوضع اللي حنا فيه الحين، وبسافر للعلاج، وما ادري يمكن السفرة تطول، ما ادري ارجع على ريولي ولا ارجع بصندوق، فاقول خل بنتك الله يسهل عليها. فهمت قصدك، الله يردك بالسلامة، وبنتي ان شاء الله نصيبها عند رب العالمين. بنتك خوش بنت وما تنعاف، لكن تدري الظروف اللي حنا فيها خربطت الاولي والتالي. ما صار لك الخير، والله يعوض يوسف ان شاء الله بنت حلال غير بنيتنا. امان الله. الله يسلمك يا ابو حمزه، ما تزعل مني ولا تاخذ بخاطرك علي ولا على ولدي. لا ان شاء الله ما في زعل، ومسموح وما بالذمه. مع السلامه. مع السلامه. الله يحفظك يا رب. الله يسامحك يا ولدي على هالسمات. زين كذي احرجتني مع الريال. بالعكس، لا فيها احراج ولا هم يحزنون. انا اتوقع الريال راح يستانس اذا شاف جاي المطار تودعينا. الشركه من الحين تحت مسؤوليتك، ما يصير نطلع اثنيننا ونخلي اي موظف يطلع على اسرار الشغل. على راحتك، انت هني عيل قاعد بالشغل. المعزب بيطول بسفرته؟ رايح على حساب الريال مو على حساب الحكومه، اي قاعد مثل ما يبي. خل اروح الحق عليهم قبل لا يودونا من المستشفى للمطار. يلا توكل على الله. ريال عود ومريض، واخوي ملزم يحطني بحلجه. بالله على شنو اربط مصيري بمصير واحد، ريل بالارض وريل بالقبر. والله ما ادري ايش اقول لك، على حسب الظروف. زين يا ساف، دام ان الوالد راضي عنك وبتكون معاه بروحكم بلندن، ليش ما تفاتح بموضوع هدى يمكن يوافق؟ ما ادري، خلينا نشوف صحه ابوي تتحسن واموره تصير تمام، ذيك ساعه فاتح بموضوع مثل هذا. زين هدى، مالك نيه تدق عليها تقول لها شنو صار معك؟ ايش فيك الاثول؟ هدى انا مو مكذب عليها، قال انا مسافر. هذه خوش فرصه تدق عليها من هناك عشان تثبت لها انك صدق مسافر. المهم هكذا الظرف خلي عندك. وش اسوي فيه؟ تروح اليوم او باكر شقتي وتعطيه شروقه وبدينه، اوكي؟ اعتمد يا الجامبو، بس تعرفني انا ما احب اتدخل بالتفاصيل. الظرف شنو فيه؟ ادري فيك ملقوف، راح اقول لك سوق بس. اوكي. شفيش ردت نافخين؟ شفيني يما بعد شفيني؟ لاعت شبدي من سيارتي، ردت اختربت البطارية. ما علي يما، أنا أعطيك فلوس وروحي المحل الكهرباء اللي يم الجمعية وبدلي الباتري. آخ 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 آخ، متى أبدل السيارة بكبرها وافتك يما وارتاح؟ يا يما الغناعة زينة، ترى النعمة زوالة، قولي الحمد لله. ونعمة بالله يما، ما قلنا شيء، بس بعد الواحد وده يحلم، يكون عنده طموح، يصير عنده هدف بالحياة. اي ما ترى احنا بنعمة وتبي من يشكرها. انت ما تدرين فين صار بايام الغزو، قضبنا ارضنا، واجهنا الغزاة، شفنا الموت بعيوننا،
مرت علينا أيام كنا نوقف طوابير على المخابز يا يما بس عشان نحصل كيس خبز واحد. ولا أبوك كان يطلع من الصبح ما يرد إلا العصر علشان يحصل سلندر غاز واحد بدال اللي عندنا. والحين يا يما تعم فوقين على النعمة اللي احنا فيها، قولي الحمد لله. لا تاخذك أحلامك وايد، لا تحلمين يا يما. يعني الحين احنا ما يصير نحلم؟ بس احنا اللي الحلم علينا ممنوع؟ زين كام؟ شوفيهم جيراننا، جيراننا طوفة بالطوفة بنفس الفريج كانوا، شوفيهم وين واحنا وين؟ شو الفرق يما؟ شو الفرق؟ هم عندهم حظ واحنا ما عندنا؟ اي احنا مقرودين يما. شوفيهم جاه ومال وعز وحياة ودلال، واحنا اللي للحين على طمام المرحوم. يا يما ما منضيج الا وراه فرعي، قولي يا رب. منو؟ أنا. أنت منو؟ مالك اسم؟ إي صح. أنا أبو صلوح رفيق يوسف. إيه. هلا. هلا شروق. يوسف مو موجود يعني، تقدر تحصله بالشركة؟ إي أنا أدري إن يوسف مو موجود. زين، دام تدري إنه مو موجود، ليش جاي؟ تفضلي. هذا شنو؟ مثل ما انت شايفة ظرف. اي ادري انه ظرف. من منو؟ من طرشة يوسف، وقال لي اسلمه بيدك. ليش يوسف وينه؟ يوسف سافر. شنو؟ سافر؟ متى سافر ومتى بيرد؟ هو رايح مع ابوه علاج بلندن، وما ادري متى بيرد صراحه، يعني يجوز يقعد اسبوع شهر سنه يقدم على جنسيه هناك، ما ادري. بس هو طلب مني اعطيك هالظرف وابلغك بالكامل اللي قاله لي. ايش كلامه؟ طبعا انت عارفه ان انا كنت واحد من الشهود على زواجكم العرفي، وهو قال لي اقول لك انك طالق. طلقني؟ الله يكون بعونك والله. أنا أدري إن النفسية الحين تصير بعد الطلاق تصير يا يوسف. هين الله لا يخليني إذا خليتك يا يوسف. إذا ما رديت لك الأطراق تراكين شربتك من نفس الكاس اللي شربتني منه، أكون أنا بنت أبوي.
من مصلحتنا ان احنا نثبت حق المعزب ان انا وانتي نقدر ندير شركه راس مالها ملايين، وانهم ما يفرقون عنا بولا شيء غير فلوسهم. جود اذا رجع من السفر تالي يستانس من شغلنا ودشين قلبه وعقله. يا حليلك يا اخوي، وانت عايش بوهم. الوهم هذا ما رده بيصير حقيقه، بس صبري شوي. في بالي شيء لو يصير. مساكين بنات حواء، انخذت واحد من الشباب يجوز تطلع عيونه زايقة وياخذ عليها، وانخذت أكبر منها تخاف لا يفنقش قبلها وتترمل وهي صغيرة، وانسوت مثل شروق وتزوجت عرفي. يصج على طاري شروق، ما أدري شلون صارت بعد ما سقطت. خل أدق عليها وأطمن. ألو دلال. بشرين شلون صرتي؟ إن شاء الله أحسن. تعبانة دلال. ليش؟ إيش فيك؟ عسى ما شر. مصيبة طاحت على راسي. اللهم يا كافي، إيش مصيبته؟ أمك فيها شيء؟ إخوانك صار فيهم شيء؟ لا، أنا اللي فيني يا دلال. إيش فيك؟ تحت شيء؟ طلقني النذل وتخلى عني. طلقت؟ متى وليش؟ مو الحين، سمعيني، انا عندي مشوار ضروري خليني اخلصه بس ارجع البيت افهمك كل شيء. انزين انطرت، لا تنسين. مع السلامه. مسكينه يا شروق، النذل اكلها لحم وقطها عظم. يعطيك العافية أخوي. الله يعافيك. يا هلا. أستاذ يوسف موجود؟ للأسف مو موجود. إنزين متى نقدر نحصله؟ آسف والله ما عندي أي علم أقدر أفيدكم فيه. يعني ما له وقت معين يكون موجود فيه؟ للأسف ما عندي والله علم. إنزين أخوي، إذا يتباتشر أو حطيت موعد مثلا. لحظة لو سمحتي، وين رايحة؟ رايحة مكتب يوسف. قصدك الأستاذ يوسف، للأسف مو موجود. لحظة لو سمحتي، ممنوع تدشين مكتب الأستاذ يوسف. ومن يمنعني أروح مكتب زوجي؟ قالت زوجي. شروق. هلا دلال. شو هالمفاجأة الحلوة؟ ايش عندك؟ أنا كنت جاية أسأل على موظف هني. أزين تعال خل نروح مكتبي نشرب قهوة ونسولف. لا أنا خليك شغلك، ما أبي أعطلك لأن أنا وراي مشوار مهم. تعالي بس تعالي. يا هدى اهدي، هذه وحدة كذابة وما تخاف، وقاعد تألف قصص عشان تدش الشركة. لا مو كذابة، لو كذابة ما توقف قدام الله وخلقه والموظفين كلهم وتقول أنا رايحة عند زوجي. واثقة من نفسها. تعرفين شنو واثقة من نفسها؟ يعني لا يمكن تتبلى على واحد مثل يوسف. هذه لو صج مرته كان كل الموظفين يعرفونها، كان ما سألها الموظف وقال لها وقفي. لا أنا ماني مقتنعة، وإحساسي يقول إن هي صاجة. الحقير الكذاب الخاين ويروح حق أمي ويتقدم لي بكل ثقة، وآخر شيء ينحاش لأنه متزوج. أنا وخي. يا حبيبتي اهدي وصعدي السيارة. صعدي السيارة خلينا نمشي. أنا أبي أفضح قدام أبوه كل الموظفين، لأن بنات الناس مو لعبة بيده. الله يعينك يا شروق، بس ما تخافيني أذيك،
لا تنسين هذا ريال واصل وعندي شيء أخسره. كافي سنين عمري اللي راحت وأنا معاه. آسف ما كنت أدري أن عندك ضيوف، أي لك وقت ثاني. تعال تعال، لا ضيوف ولا شيء، هذه شروق رفيشتي. أوه زين شفناك، هذه شروق. يا هلا يا هلا ومرحبا، شلونك أخبارك؟ الحمد لله تمام، أنت شلونك؟ والله الحمد لله حايس بهالشركة، هني حتى السكرتارية ما يقدرون، نتصير لهم مشكلة لازم يكلموني. ليش؟ هو شكالك مني لأني تناجرت معه؟ أنت اللي متناجرة وياه قالت لنا مرت يوسف كان يدخلك؟ أي أنا؟ هل مدمر، صدقها ودخلها وخلى الحريم ثنتين تحت ما دخلهم. لا الشروق ما كذبت، قالت الصج، بس هي الحين طليقتها. عن الغشمرة الثقيلة والبايخة، شوي شوي تقولي لي هم الحريم الثنتين اللي بالاستقبال حريم يوسف. حريمة مو حريمة مو مشكلة، بس أأكد لك إن أنا الحين طليقتها. يعني أنت تزوجتي يوسف وتطلقتي منه أبو يوسف يدري؟ لا أبوه ما عنده علم. كذي يا يوسف لعب بذيلك من ورا أبوك، إن ما خليتك مثل الخاتم بصبعي ما كون طلال. خلاص دام هو نساك وتخلى عنك، انت لازم بعد تنسينه وتطلعينه من قلبك. مو بهالسهولة، الموضوع أكبر مما تتخيلين، ما أقدر أنساه. يوسف دمرني، حطم حياتي. هدى لا يكون، لا لا يروح بالك بعيد ولا الدرجة. يوسف صج حقير وكذاب وخاين، لكن يشهد الله أنه عمره ما لمس يدي. دام كذي الحمد لله الأمور كلها سهالات، بس أنتي ليش مضايقة نفسك؟ أنا مو متضايقة علشان يوسف، أنا متضايقة علشان هدى. هدى هدى اللي عمرها ما توفقت بشيء، لا وظيفة سنة لا راحة بال ولا حتى ريال ينشد الظهر فيه. يوسف طلع ما يستاهل. هذا أنتي قلتيها بعظمة لسانك، طلع ما يستاهل. ليش مسوية بنفسك كذي؟ ليش محملة نفسك فوق طاقتها؟ ما تدرين يمكن الله كاتب لك نصيب أحسن من نصيبك مع يوسف. نصيب؟ آخ آخ يا نصيب، وأنا شنو نصيبي من هالدنيا؟ شنو نصيبي غير القهر والألم والحسرة؟ أنا نصيبي وأنا قاعدة أحلم وأنا نايم أفكر، ما بشيء من هالدنيا، بس أبي أطلع أمي من حياة العوز لحياة الرفاهية راحة البال. أنت الظاهر الحياة صارت عندك كلها فلوس وملابس وطلعات وبس. إي من حقك تقولين هالكلام، لأنك ما عشتي اللي أنا عشته ولا انحرمتي من اللي أنا انحرمت منه. قولي اللي تقولينه، عمرك ما راح تحسين فيني. قومي قومي قومي، خلي عنك السوالف هذه وبدلي ثيابك، خلينا نطلع شوي. مالي نفس اطلع، انا شيء واحد ابي الحين، ابي انام نومه طويله جود اصحى من هالكابوس. تدري شلون؟ حطي راسك ونامي وارتاحي ولا قعدتي كلميني. يلا مع السلامة. ليش يوسف؟ ليش؟ ليش تسوي فيني كذي؟ ليش؟
يلا يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا ذا الجلال والإكرام، إنك تفرج هم وليدي وتخلي هدى توافق عليه. اللهم إنك تقدر ونحن لا نقدر، يا ميسر الأمور يسر أمر وليدي وفرح قلبه. تقبل الله يما. منا ومنك صالح الأعمال يا يما. أي يما كثر من دعواتك، ترى دعوة الوالدين مستجابة، ما بينها وبين الله حجاب، وأنا محتاج لدعائك كثري منا يما. يا يما أنا دائما أدعي لك بصلاتي إن الله يعطيك مرادك. الله كريم يما، الله كريم. بصبر بصبر وأشوف شنو آخرتها. آخرتها خير إن شاء الله. موافقة يما، موافقة. إيش قلتي؟ إيش قلتي؟ مثل ما سمعتي يما، موافقة تزوج أحمد. عيدي يما، عيدي، خبت فيها شيء، خبت قصير علي. لا يما لا، مو قاعدة أكذب عليك، مو هذا اللي كنتي تبينه؟ إيه يما، مو هذا اللي يريح قلبك؟ أنا ماني مصدقة. لا يما صدقي، أنا زم علي بالدنيا هذه كلها إلا راحت قلبك وراحت بالك وسعادتك. يا عمري ربي خليك لي يا حبيبتي. يبي التليفون، أبي أبشر أم أحمد يا حياتي. إن شاء الله يما لا تبكي. يبي التليفون، سعادة اليوم ما تنوصف، ما تنوصف يا يما، ما تنوصف. إن شاء الله إن شاء الله حبيبتي. خلاص لا تبكي، عاد من فرحتي يا يما، من فرحتي، من فرحتي. يا دوم اشوفك فرحانة يما. بس يما خلاص جيبلك التليفون لا تبكي. حب الله، الله يبشرك بالجنة، هذا احسن خبر سمعته بحياتي. افا عليك هدى هذه بشيلها على راسي وبدللها مثل ما كانت مدللة عندك. عدل عدل والله. أدري والله، أدري إنك تحبيني، حتى أنا الله الشاهد إني أحبك أكثر من أخيتي. أحمد كاهو واقف يمي ويسمعني وطاير من الفرحة. ولا يهمك، الله يحفظك يا بعد عمري حبيبتي، مع السلامة. ألف مبروك يا يمه، ألف مبروك. الله يبارك فيك يمه، الله يبارك فيك، هذا كله فضل دعواتك يمه. الحمد لله رب العالمين، عشان تعرف أن الله سبحانه وتعالى ما خيب دعائي. بس أنت، أنت اللي كله على عيلة. والنعم بالله. زيني ما قولي لي، إيش تكلمتوا فيه؟ يعني إيش قالت لك؟ أنت إيش قلتي لها؟ كلمتي هدى؟ إيش فيك؟ تخربطت وما تعرف تحكي وكنت الدودة. ما أدري يما، ما أدري، بس فاجئوني، فاجئوني باتصالهم من الفرحة، قمت أخربط، أقط خيط وخيط. وعسى أيامك يا يما كلها فرح بفرح. إنزين يما، ما سألتيهم عن العرس، عن الملكة، عن المهر، متى نودي الدزة؟ يما شفيك بالهداوة، ترى الركادة زينة يا يما، مدام البنية وافقت خلاص إحنا ندبر أمورنا على راحتنا. استعجلتي بقرارك يا هدى، ليش ما نطرتي يوسف؟ يمكن يدق عليك ويفهمك السالفه، ويجوز البنت اللي شفتيها كذابه. يوسف اللي طلع كذاب،
ما يستاهل حبي له. مستقبلك بيكون مبهم مع أحمد. على أساس أن مستقبلي بيكون مفروش بالورود مع يوسف اللي بعني. خايفة تندمين على هالقرار، وتالي ما ينفع الندم، 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 ما ينفع الندم.